في خبر آخر، بعد انتظار والدي لمدة 14 عاما ومعاناة مع الإنجاب، لقي الطفل فيصل ذو الخمس سنوات أو تلقى حادثة دهس تحت عجلات ومركبة لكبير في السن، وأصيبت شقيقته التوأم بكسر في الحوض، وذلك في منتزه الملك فهد بنجران. للحديث أكثر عن ذلك انضم معنا عبر الهاتف سفر أحمد اللعجم، والد الطفل المتوفي. مساء الخير سفر. مساء النور والعافية. حياك الله، بداية العزاء لك وللأسرة الكريمة وخالص المواساة لكم في مصابكم، نسأل الله لهم الأجر. أول شيء طمنا عن صحة البنت واروي لنا تفاصيل ما حدث. البنت نحمد الله ونشكرها، نحمد الله طلعت من المستشفى ونحمد الله ونشكرها. على كل حال كان الأهل متمزجين في منتزه الملك فهد الغابة في منطقة نجران، وبعد صلاة المغرب أرسلوني أجيب وجبة للعشاء، ونحمد الله حصل اللي حصل، جاء شايب متقاعد في حرس الحدود، ونحمد الله ونشكره على كل حال. سوى الحادث وانتقل له رحمة الله فيصل الله يرحمه، وهذا كل التفاصيل، نحمد الله ونشكره. الحمد لله على كل حال. طيب سفر، قل لي وش كان تفسير الرجل المسن للشيء اللي حصل؟ هل كان ظهروا فجأة أمامه؟ وش كان تفسيره؟ كان صاحب السيارة راجع ريرة تقريبا، ولا الطريق مظلم يعني ما شاف الأطفال. والحمد لله كتب اللي كتب، نحمد الله ونشكره على كل حال، وكانت أمهم معاهم ونحمد الله ونشكره على كل حال. كيف تعاملتم معه؟ نحمد الله ونشكره. الحمد لله على كل حال. شكرا لك أبو أحمد. سفر أحمد اللعجم والد الطفل المتوفي. قبل أن أختم، يعني خصوصا احنا نتحدث اليوم عن هذه القصة الموجعة، كرر العزانة الخالص لسفر اللعجم والدتي وأسرتهم الكريمة، وأيضا نشكر موقفهم البطولي اليوم. لكن ودي لو نتمعن بهذه القصة والدروس اللي ضربها يمكن سفر وزوجته، صبر وأمل وثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. صبر هو زوجته 14 عام حتى رزقهم الله بفيصل غفر الله له وشوك، ثم قدر الله أن يتعرض أطفالهم لحادث دهس وتوفي فيصل، أصيبت طفلتهم شوق بكسور، فقابلوا كل هذا بالعفو عن المتسبب الحادث. نسأل الله لهم أن يعظم أجرهم ويعوضهم خيرا وأن يفرح قلبيهما ويحفظ لهما شوق. كيف حالك يا ماما؟ أنا بخير.